أسس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداساً إلهياً في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية. سامى خلاله الشماس لوقا كاهناً جديداً على مذبح الرب، وقد توجه سيادته إلى الكاهن الجديد قائلاً: تذكر دائماً عدم استحقاقك وضعفك لتستطيع خدمة كنيسة المسيح بتواضع مطلق، ليتسنى لنا المثول أمام العدل الإلهي بسلام واطمئنان. فسلطاننا هو من المسيح ونحن خدام الكنيسة وعبيد العبيد. وأضاف سيادته مخاطباً الشماس لوقا: علينا أن نبذل نفوسنا من أجل خلاص الرعية لننال ملكوت السماوات، وواجبنا أن نتفقد أبناء الرعية لنحمل نعمة وبركة الكهنوت إلى منازلهم على الدوام، وتمم الأسرار المقدسة بتواضع تام لتستمطر نعمة الروح القدس على أبناء الكنيسة. عاون المطران خريستوفورس في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع كبير من المؤمنين وذوي الكاهن الجديد. يا ابني، هاي اللحظات هي لحظات فيها مراجعة لذاتك بعمق حتى تقدر إنك تستمطر نعمة الله وتحتضنها في قلبك وحافظ عليها لآخر نسمة في حياتك. زوجتك ومن هاي اللحظات الخورية بنت روحية للكنيسة، رح تكون بالقرب منك حتى تساعدك وانت تساعدها، والاثنين تهتموا بخلاصكم، والاثنين تتعاونوا، الخورية أكثر بالبيت مع الأولاد في المستقبل إن شاء الله، وإنت مع الكنيسة والرعية في خدمتك. الكنيسة رح توكلك رعية مهمة في بطريركيتنا المقدسية أن تخدمها. اهتم في هاي الرعية